ظنت أم أنها حامل في توأم، ولكنها أبهرت العالم وصنعت التاريخ. عندما تعلم الأم أنها حامل، فهذا يعني أنه قد حان وقت التشويق والإثارة. فعندما علمت ألكسندرا كانوفا وزوجها بارتن، واللذان يعيشان في جمهورية تشيك، بأنهما في انتظار قدوم مولود جديد، شعرا بالبهجة وانتابهم التشويق. هذا وقد كانت ألكسندرا قد بلغت 23 من عمرها حينئذ، ولم يكن أمر قدوم مولود أمرا مربكا لها على الإطلاق، وذلك لأنها كان لديها طفل بالفعل، لذلك فهي قد كانت تعلم ما ينتظرها حقا. كانت قد افترضت أن إنجاب طفلها الثاني سيكون أمرا سهلا، وعلى الرغم من ذلك عندما قامت بزيارة الطبيب تم إخبارها بما لم تكن تتوقعه على الإطلاق. فقد اعتقدت هذه الأم أنها في انتظار قدوم توأم، ولكن سرعان ما أخبرها الأطباء أنها على مشارف صناعة تاريخ وإبهار الجميع بولادة نادرة جدا. عندما قامت ألكسندرا بإجراء الأشعة فوق الصوتية، اكتشفت أنها حامل بتوأم، ولم يكن لها أن تصدق حظها السعيد، حيث أنها كانت على وشك أن تصبح أما لثلاثة أبناء توائم بدلا من طفلين. وكانت عملت ولمدة شهور على الاستعداد لاستقبال التوأم، ولكن بعد شهور قليلة أخبرها الأطباء أنهم في حاجة إلى إجراء أشعة فوق صوتية مرة أخرى. وفي تلك المرة اكتشفوا أن ألكسندرا لم تكن حاملا في توأم، وعندما سمعت ذلك الخبر لأول مرة ظنت أن ما قصده الأطباء أنه ربما أحد الطفلين قد توفي داخل الرحم، ولكن الأطباء قالوا لها: لا، أنت لست حاملا في توأم، أنت حامل ليس حتى في ثلاثة توائم بل في أربعة، أربعة أطفال ليس توأم ولكن أربعة أطفال. وقد كان على الأبوين أن يهرعوا لعمل التجهيزات اللازمة للأطفال وشراء أشياء لطفلين آخرين، بالإضافة إلى الطفلين اللذان كانا يتوقعونهما بالفعل. ثم مفاجأة أخرى حدثت عندما طلب الأطباء أشعة فوق صوتية أخرى للاطمئنان على الأم. وقد اعتقدت ألكسندرا أنه هذه المرة ستكون خالية من المفاجآت، لأنهم كانوا قد علموا بالفعل بقدوم أربعة أطفال، ولكنها لم تكن على صواب، حيث أثبتت الأشعة فوق الصوتية هذه المرة وأظهرت وجود طفل خامس. ألكسندرا كانت حامل في خمسة أطفال مذهلين حقا. هذا وقد صرح الأطباء بأن وجود أكثر من طفل داخل بطن ألكسندرا جعل أمر الحصول على قراءة دقيقة للأشعة فوق الصوتية أمرا صعبا للغاية، وذلك بالطبع لوجود أطفال كثيرة في بطنها والذين كانوا يتحركون باستمرار. ونتيجة لذلك كله لم يتمكن الأطباء من تحديد نوع الأجنة أو جنس الأطفال إلا بعد أن وضعت ألكسندرا حملها. وعندما ذهبت ألكسندرا إلى غرفة الولادة كان هنالك 40 شخص في تلك الغرفة للاهتمام بها وبأبنائها القادمين الخمسة. ووفقا لما قاله رئيس الفريق الطبي الذي كان معها أن الولادة تمت دون وجود أي صعوبات. هذا وقد كان الزوجان في غاية السعادة بعائلتهم الجديدة. هذا وقد أنجبت ألكسندرا 4 أولاد وبنت، وكونها أما لستة أبناء سيتطلب عملا وجهدا خاصا، وهذا ما كانت تقوم به بالفعل، الأمر الذي جعلها سعيدة جدا باكتمال عائلتها. إذا أعجبكم موضوع اليوم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد، وأيضا شاهدوا المزيد من فيديوهات القناة الشيقة والمفيدة.